عندنا هنا 4 كوبات من طحين العجين. كل السهل تحضيره. لهذا راح نضيف ملعقتين كوب ملح، وراح نضيف ملعقة كوب بيكنج باودر. لهذا النوع من العجين ما نحتاج خميرة، جس بيكنج باودر. راح نخلط المواد الجافة كلها سوا، الطحين ويا الملح ويا البيكنج باودر، حتى تندمج زين. وبعدين راح نضيف كوب واحد من دهن الكريسكو اللي هو زيت صليبية. طبعا كريسكو هو براند نيم، اللي هو طبعا اكو انواع مختلفة حتى، بس المهم يكون دهن او زيت صلب مثل هذا، تقريبا يشبه الزبد بس نباتية. طبعا راح نخلي كوب واحد. اذا ما تشتروا بقطعة مثل هذه، مرات يجي بعلبة، بتقيسون كوب واحد. سنان راح نفرك الطحين ويا الزيت المتصلب اللي هو بنستعمل الكريسكو اليوم، الى ان ينفرق زين، وتقريبا بنشوف اي قطع من الزيت موجودة ينخلط زين. الكريسكو وهذا الدهن الصلب راح ينطينا النوع المميز كلش من الخبز. حنكمل عجن الخبز هذا او العجين هذا بالاحرى، وراح نضيف كوب ونص مي دافي، انخلطت هذه المواد كلها زين ويا المي. هسه راح نكمل عجل العجين باستعمال القطعه الاخرى اللي هي خاصه للعجن. طبعا This is called the mixing attachment اللي تخلط everything together، وهذا هو الattachment مع العجن اللي راح تنطينا هذا العجين الكلش يكون smooth and great for this bread. العجين صار متماسك كلش and it looks beautiful. راح نعرضه ونحوله بناء مثل هذا. Look how beautiful it looks. راح ينطينا خبز مع التورتية كلش كلش طيب. طبعا تقدرون تشترون خبز التورتية من اي السوبر ماركت، خاصة بكروجر عندهم اشكال كلش مختلفة، بس ما يكون مثل النوع اللي راح نسويه بالبيت. And it's so much fun and it's كل السهل يعني تحضيره. So I think it's a good idea واحد يقدر يسويه بالبيت. راح نغطيه نتركه لمدة 30 دقيقة مكان دافي. عجين التورتية صار له دا يرتاح تقريبا 45 دقيقة. Beautiful. هذا العجين اللي سويناه، طبعا مثل ما قلنا ما بيه خميرة، بس خلينا بيكنج باودر بيكوز ما يحتاج يختمر كلش. راح نقسمه الى قسمين، الى تقريبا 8 الى 10 قطع. نخليها ثانية مثل هذه، نتركها حتى ترتاح لمدة 45 إلى دقيقة إلى ساعة. راح نغطي العجين مرة أخرى وراح نخليه يرتاح لمدة 45 دقيقة إلى ساعة قبل ما نفتح. ولما فتحنا التورتياز طبعا خليناها تقريبا صار لها ساعة دا ترتاح. هسه راح نبدي نفتح التورتياز، نخلي شوية طحين أول شيء، راح نحاول نفتحها دقيقة كلش. الى درجة زين. نحاول اول شي نفتح تقريبا
5 الى 6 من عندهم. نخلي بارتشمنت بيبر او قطعه بلاستيك بيناتهم. بيرفكت. شوفون شلون رقيقه اياها كلش. And this is exactly how we want it. راح نخلي قطعه بلاستيك ونبقى نفتح البقيه الى ان نخلص كلها. وبنفس الوقت عندنا هنا هيفي كاست ايرون بنحميه حتى نطبخ التورتية بيها. بيرفكت. الايرون كاست صار حار كلش ونقدر نطبخ التورتية بيه. وشفتوا شلون فتحناها كلها وخلينا قطعة نايلون بيناتها حتى لا تلزق وحدة على اللوخ. And it's nice and thin. شوفون شلون رقيقة اياها. Beautiful. حتى تقدرون تفتحوها هذه وتخلوها بالثلاجة اليوم تقريبا لمدة يوم او يومين قبل ما تطبخوها حتى تكون جاهزة لكم. صراحة تشوفون شلون بسرعة تنطبخ، ما تحتاج نخليها بالاوفن او anything. اي مقلات تكون، طبعا تكون ثخينة كلش، افضل الكاست ايرون اللي هو الحديد الثخين كلش حتى تنطبخ بسهولة وبسرعة كلش. شوفون من تصير الفقاعات تبدي تطلع معناها حاضرة حتى نقلبها من الصفحة الثانية بسهولة كلش تنطبخ. اول شي لانه فتحناها رقيقة كلش، وبعدين بيها حبيبات الدهن بالعجين اللي تساعد الخبز هذا ينطبخ بسرعة كلش. بيرفكت. Looks so nice. التورتية هذه انطبخت من الجهتين. راح ناخذها ونخليها بإناء التورتية اللي هو من طبعا مصنوع مثل البلاستيك يكون، ونغطيها حتى ما تيبس تبقى لينا الحين استعمالها. نستمر بطبخ كل التورتياز اللي فتحناها نفس الطريقة. نطلع اللخمة ونخليها on top of the other ones. ودائما نغطيها بين وحدة وحدة، ورا ما نطبخها لازم نخلي الغطاء عليها حتى تبقى لينا ومتيبس.